المعطيات الأولية في عين المكان تشير إلى أن الانفجار ناتج عن عمل إجرامي حسب بلاغ لوزارة الداخلية. مصابر وصلوا عند الشانتيل هي دخلنا طلعنا لرقانا نزلنا بنادم مقرض مشتت واحد طار من الفوق وطاح مات طيحة بالموتى ديالو والناس اللي باقي فيهم الروح اللي مشتت عليهم الرجال هزينا فيهم النص هكا هزينا لا بيلانسات تيجريو هذاك النهار جهنم الكحلة الله يحضر السلامة. السلام عليكم، كيفتم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وما نقصكم حتى خير. غادي تكونوا لاحظتوا مؤخرا الفيديو اللي كنشرو في الصفحة ديالي على فيسبوك كيتمسح وما كنعرفش حتى السبب ديال هاد الشيء، و100% شي حد كيحاول انه ياخذ ليا الصفحة. داكشي علاش من دابا الفوق غادي نبقى نشارك معكم القضايا في هاد الصفحة هادي. اذا كنتي من المتابعين ديالي الاوفياء ما تبخلش علينا بمتابعة للصفحة، وطبعا اذا حبيتوا كل شيء بخاطركم. ما نطولش عليكم وندخلوا في حيتيات القضية ديالنا. الأحداث ديال القضية غادي يسافروا بنا لمدينة مراكش، بالضبط ساحة لفنة في مقهى أرقانة، بتاريخ 28 شهر 4 سنة 2011، مع جوايه 11:55 دقيقة. غادي تسمع في أرجاء المدينة كاملة صوت ديال انفجار. هاد الصوت اللي عمر ساكنة مراكش ما غادي يقدروا ينساوه. عباد الله ما عرفوا باش تبلاو، والناس اللي كانوا متواجدين في ساحة لفنة بقى شي كيدخل في شي. البوليس في البلاصة كينتقلوا لعين المكان وكيوقع استنفار أمني كبير في المدينة، وكل شي كان خايف لا يوقع شي انفجار آخر تما، بالخصوص أن الأوضاع في بعض الدول العربية كان مقلوب رأسا على عقب، هالمظاهرات الانقلابات إلى آخره. فكان من المتوقع أن هاد العملية هادي عندها علاقة بهادش. المهم جات الوقاية المدنية، سيارات الإسعاف، الشرطة من كبيرهم حتى لصغيرهم كل شي حضر. ومع قدرة الوقاية المدنية توقف الحريق، بداو كيحاولوا أنهم يسعفوا الناس اللي كانوا باقيين على قيد الحياة. ومنحتاج نوصف لكم المنظر كيفاش كان، شي بلا راس، شي مشاو ليه رجليه، شي كله مفتت، المهم واحد الحالة ما تمناهاش العدوك. تم انتشال 17 جثة فيهم مغاربة وأجانب. أما بالنسبة للناس اللي كانوا في حالة خطيرة فالعدد ديالهم كيوصل ل 21 شخص بمعدل إصابات متفاوتة. من بعد هادشي البوليس بداو المعاينة الأولية باش يعرفوا بالضبط الطريقة اللي تنفذت بها هاد العملية، وبمساعدة التقنيين والمتخصصين كيستنتجوا بأن عملية التفجير تمت عن بعد من خلال التليفون. إذن هنا المنفذ ديال هاد الجريمة باقي حي، وهادشي كيزيد عليهم الضغط في الخدمة لأنه في أي لحظة يقدر يوقع انفجار آخر، والحسن الحظ أن هادشي ما غاديش يوقع. بما أن القضية فيها تفجير فبطبيعة الحال المخابرات المغربية كتدخل وكيقوموا بالأبحاث المعمقة ديالهم، وفي ظرف أسبوع واحد وبمساعدة سائح هولندي في الوصف ديال المجرم كيتم إلقاء القبض على المشتبه فيه الأول. وللأمانة ما لقيت في حتى شي مصدر موثوق طريقة الحقيقية باش شدوه، وطبعا هاد الشيء لسرية البحث وكذلك باش ما يتحلوش العينين لبعض الناس اللي عندهم فكر كيف ما هذا، واللي قدروا من بعد ما يعرفوا الطريقة باش تشد المجرم ياخذوا الحذر ديالهم من بعد. هاد الشخص هذا سميتو عادل، ومن مواليد سنة 1985، يعني في سنة 2011 كان في عمره 26 عام. تزاد وكبر في مدينة أسفي، والعائلة ديالو ميسورة ماديا، كان قاري شي شوية وداخل سوق راسو حشومي بزاف حتى لسنة 2004، وهنا كان عادل في العمر ديالو 19 عام. غادي يتلاقى مع جوج ديال الدراري اللي غادي يقلبوا ليه حياته رأسا على عقب. الأول سميتو سعيد والثاني عبد الله، وهنا فين كتنطبق مقولة الصاحب ساحب. هاد جوج كانوا كينتميو للسلفية الجهادية، ومن بعد ما تعرفوا عليه بداو كيبدلوا ليه أفكاره شوية بشوية حتى تحول من إنسان عادي لإنسان متعصب وفهم الدين بالمقلوب. المهم العشرة بين هاد ثلاثة ديال الصحاب طولات، وبداو كيفكروا باش يمشيو للعراق يجاهدوا في سبيل الله. شدوا طيارة لتونس، ومن بعدها دخلوا ليبيا، وكانوا عوالين غادي يدوزوا على سوريا حتى يوصلوا للعراق، ولكن المخابرات الليبية غادي يقدروا أنهم يشدوهم في الحدود وغادي يتم الترحيل ديالهم للمغرب. وهنا فين غادي يجتمعوا بالرئيس ديالهم اللي غادي يقول لهم بما أنكم ما نجحتوش في الاستشهاد في العراق تقدروا تجاهدوا في بلادكم.
نقيو البلاد من الفاسدين والفجرة والكفار، وهذه هي الفكرة اللي غادي تبقى راسخة في الدماغ ديالهم. من بعد هادشي البوليس غادي يبقى حاضي معهم، وهنا فين عادل غادي يبداو يبانوا عليه شي تغيرات، حيد اللحية ولا كيلبس عادي على عكس صحابو اللي كانوا باقيين ملتزمين بالزي ديالهم. واللي زاد أكد للمحيط ديالو بأنه تغير، بدا كيتعاشر مع ناس عاديين وفتح محل ديال بيع الأحذية اللي كان كيستوردهم من أوروبا. مسك عليه الله والوضع المادي ديالو غا مازال تحسن، ومن بعد ما دازت مدة تزوج. المهم السيد كيمارس حياته عادي، ما كاينش غرام ديال الشك في التحركات ديالو، وهادشي كامل دارو كتمويه للناس اللي دايرين به وللبوليس باش ما يبقاوش حاضيين معاه. اما هو عامزت فيه، والرغبه في تدمير الفاسدين والكفاره على حد قوله كبرت اكثر واكثر. وفعلا في سنه 2011 غادي يقرر انه ينفذ اول عمليه. كانت الوجهه هي واحد الموسم في الصويره، خدا معاه المعدات ديالو وشد الكار من اسفل الصويره، ولكن من بعد ما كيوصل كيلاحظ بان البوليس في كل بلاصه ويقدروا بسهوله انهم يشدوه. داكشي علاش في اخر لحظه غادي يتراجع، ومن بعد ما كيرجع في حالته الاسفي ما كطيح في باله غير مدينه مراكش بما انها عامره بالسياح، وهذا كان هو المطلوب. سيمانه قبل ما ينفذ الجريمه مشى للسوق اللي كيتباع فيه الاتات البالي وشرى جوج ديال كوكوط كل واحده ب 50 درهم، وزاد معهم 50 كيلو ديال المسامر وشي مواد كيميائية كتساعد على الانفجار، وجوج تليفونات ببطاقة اتصال مجهولة الهوية. وقبل ما يدير هادشي كان تواصل مع واحد شخص عربي من سوريا، وهو اللي وراه كيفاش غادي يصنع قنبلة اللي كبيرة واللي غادي يقدر يتحكم فيها غير بالتليفون عن بعد باش هو ما يتأداش. في البداية عادي حاول يصنع قنبلة مصغرة، ومشى للفيرما ديال باه في النواحي ديال أسفي، وفي واحد الأرض اللي قاحلة ما فيها لا شجر لا والو جرب التفجير ديالها، وهنا العملية كتنجح مليون في المية. وهذا الشي دارو باش يتأكد أن كل شي غادي يكون كيف ما هو مخطط له. من بعد هذا الشي كان خاصو ضروري يستكشف مراكش ويعرف البلاصة اللي غادي ينفذ فيها هاد الجريمة باش نهار التنفيذ يمشي ديريكت مقصد. شد تران نيشا لمراكش، ومن بعد ما وصل بدا كيدور في ساحة الفنا وكيستكشف المنطقة. والهدف الأول اللي كان بين عينيه هي كافي لا فرانس، ولكن هاد الأخيرة من بعد ما كيدخل ليها وكيجلس فيها شوية كيلاحظ بأن أغلبية الناس اللي كيجيو ليها مغاربة ومسلمين، وهو الهدف ديالو السياح. فهاد الأثناء هو جالس كان كيلاحظ بأن كافي أرغانا اللي كانت أون فاس معاهم تقريبا عامرة بالقوار، وهنا في البلاصة غادي يقرر أنه تم ينفذ العملية. خرج من كافي لا فرانس ومشى لساحة الفنا، وهادشي باش ما يثيرش الانتباه فأنه يلا خارج من قهوة عاوتاني دخل القهوة أخرى. ومن بعد ما ضرب دورة في ساحة الفنا دخل الكافي أرغانا باش يستكشفها، دراسو في حال اللي عجباتو القهوة وبدا كيصور جميع المداخل والمخارج ديالها وكيبدي الإعجاب ديالو بها قدام الناس اللي كيشوفوه. ومن بعد ما صورها كاملة خرج في حالته وتوجه للمحطة ديال القطار وهو متأكد من الهدف ديالو. من بعد ما رجع الأسفي مشى للسوق وشرى جيتار بالي ب200 درهم، ومن بعدها شرى من عند واحد السيدة صباغة كحلة ومقص وشعر مستعار. هاد السيده اللي استغربت وسولاتو شنو غادي يدير بهم، ارانا هنا هو تحجج بان مرات صاحبه مريضه بالسرطان ومشى ليها الشعر، وبما ان صاحبه مشغول بزاف كلفو باش يجي هو ياخذو ليها. المهم من بعد ما كيرجع للدار كيقطع هذاك الشعر المستعار حد الكتاف وكيصبغه في الكحل، وكيوجد الحوايج اللي غادي يلبس لهم الغد ليه، واللي كانوا حوايج عاديين كيبان بحال شي سائح عادي ما تشكش فيه نهائيا. نهار 28 أبريل 2011 مع 3:30 ديال الصباح كيفيق عادل كيدير بعض الطقوس ديالو واللي من المفروض زعما أنها كتدار قبل من أي عملية في حال هادي. هز واحد الصاك كبير في حال هذاك اللي كيكونوا عند السياح ودار فيه الكوكوت والمعدات كلهم، لبس حوايجو هز الجيتار ديالو وتوجه لمحطة القطار. مع 7 ديال الصباح كان في مراكش، توجه ديريكت لحدا الجامع الكتبية وجلس حدا واحد الخاصة وفتح الصاك اللي فيه ديك الكارثه وبدا كيتفقد واش كلشي هو هذاك. ومع لاحظ بان واحد القوريه كتشوف فيه من بعيد وحاضيه جمع صاكو وتوجه لساحه الفنا. دخل كافي أرغانا وجلس في الوسط، طلب عصير ديال الليمون وبقى مده وهو كيشرب فيه. مع سلاه كان نايض باش يخرج في حالته حتى كيشوف واحد المراه منقبه داخله مع الزوج ديالها ووليداتهم باش يفطروا. هنا كيتراجع وكيبقى جالس كيستنى فيهم حتى يخرجوا، وبما انه كمل العصير ديالو كيعيط على سترباي وكيطلب منه يجيب ليه فطور خفيف. وداكشي اللي كان
مع جوايه 11 ونص هذيك العائله كيخرجوا في حالتهم، وهنا عادل كيعيط على السرباي وكيسولو واش كاين شي غدا مليح. السرباي بطبيعه الحال كيرحب به وكيقول له بان الخير كامل موجود، وهنا عادل كيطلب منه يخلي الجيتار والساك ديالو تما حيت عرض على صاحبته الغدا، وهاد صاحبته ما عرفاتش الكافي فين كاينه، غادي يخرج هو بالزربه يجيبها ويجيو بجوجهم يتغداو تما. السرباي بطبيعه الحال وافق ووعدو باش يحط عليهم عينيه حتى وكان يرجع. من بعد ما كيخرج وكيبعد شويه من حدا الكافي كيتقنت في واحد الجرده، كيجبد التليفون ديالو وكيتم تنفيذ العمليه بنجاح. في هاد الاثناء من بعد ما تاكد بان كل شيء مشى كيف ما كان مخطط ليه، دخل في واحد الحومه مضيقه في المدينه القديمه، حيد الشعار المستعار والنضاضر ودارهم تحت يديه، ومن بعدها شد تاكسي ديريكت لحدا المحطه الطرقيه باب دكاله. دخل واحد الحانوت وشرى زيزوار بجوج دراهم، ومن بعدها جلس في واحد الجرده حسن اللحيه ديالو، وفاش سالا شد الكار الاسفي ورجع كيمارس حياته عادي بحال اللي ما وقع والو، حتى كيتم القبض عليه وعلى 8 ديال الاشخاص اخرين اللي كان عندهم يد يا من بعيد ولا من قريب في القضيه. عادل في البداية بطبيعة الحال نكر علاقته بهذه الجريمة، ولكن بما أن القضية فيها مخابرات فبطرقهم الخاصة غادي يقرب الزز منه. اعترف بأنه هو المنفذ الوحيد ديال هذه العملية وهو اللي دار كل شي بوحده، والغريب في الأمر أنه فاش كان وكيل الملك يستجوبه كان كيعود ليه بأريحية تامة، والمصيبة الكبيرة أنه قال بلي ما نادمش نهائيا، وإذا رجع به الزمن اللور كان غادي يدير نفس الشي. الاعتراف ديالو كان سبونطاني، درت لانه كان مقتنع، واللي كان فاجئني فيه هو اثناء اعاده تمثيل العمليه في مراكش بدينا تنديروا ليه، لانه كان دار بيريك ودار هذا، ملي تصور ليه بيريك وتصوروا فيه قبل ما نخرجوه كانه غادي يمثل فيلم، وانا كنضحك هو واقف وتنقول له تنقول له كندوي تنقول له عادي واش بغيت تمثل، تيقول لي لا لا وقعت له والله غادي ندير كذا، وكان كيضحك يعني المساله اللي بقات راسخة ليا في الدين ديالي، يعني تيلمو شوف انسان اللي كان يعني تغسل له راسه بواحد الطريقه اللي ولا مآمن بداكشي اللي داروا، وحتى اثناء هذه يعني هضره تشدوا وصافي، يعني عندنا الاعترافات ديالو عندنا التصريح، يعني حجزنا بزاف الحوايج، ومن يدينا غادي يعاود يدير لنا في مراكش معنا النيابه العامه، ومعنا حاضيت معنا البوليس غادي بزاف اللي غادي يحضروا الناس ديال الانترفونسيون، كتعرف غادي يكون الناس غيبغيو، ومن بدينا كنديروا ليه في الكوميساريه زدنا له البيريب قال لنا هذا كيتصور كانه قلت لي واش انت داخل دابا غادي دير لي فيلم غادي نمثلوا فيلم، شوف كيفاش دا هو في راسه كانه فعلا هذيك الشيء ماهوش اللي دار فيلم بالنسبه لي هو، المهم طيب مامر بداك الشيء اللي كيدير، تيعاود هو مرتاح، يعني ما كاين اوكا رومور ولا ندم ولا السيد مقتنع لواحد الدرجه، كان مقتنع لواحد الدرجه ما يعني صعيب باش الانسان يتغسل راسه بهذاك في هذاك المستوى. بما ان التهمه كانت ثابته على عادل، تمت اعاده تمثيل الجريمه بحضور امني اللي كبير، ومن بعدها المسطره القانونيه اخذت المجرى ديالها الطبيعي، وتم الحكم على عادل بالاعدام. اما بالنسبه للمتهمين اللي كانوا معاه مشدودين لنفس القضيه، فتم الحكم على واحد في هذوك 8 بالمؤبد، مع انني ما لقيتش التهم المنسوبه ليه بالضبط، ولكن باينه غادي يكون حتى هو مغرقها معاه بما انه جاه حكم فحال هذا. اما بالنسبه لدوك 7 الاشخاص فتحكموا بمدد متفاوته بين 4 حتى العامين ديال الحبس. الاحداث اللي عندي في هذه القضيه سالوا، وبالنسبه لي ناس فحال هادو ما كيستحقوش نهائيا فرصه وانهم يكونوا بيناتنا صراحة، كيكونوا عبارة على قنابل موقوتة في أي لحظة تقدر تنفجر وتأدي ناس أبرياء، وهادشي كامل باسم الدين اللي ما عنده حتى علاقة بهاد الناس وبهاد الفكر هذا. راه الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات الإسلامية كان دائما كيوصي الصحابة باش ما يأديوش النساء والأطفال والشيوخ والأشجار والزرع إلى آخره، وشحال من واحد أداه وردة الفعل ديالو اللي كانت مسالمة وقمة في الأخلاق والرقي خلات هذاك الشخص يقتنع بالدين وفي البلاصه يعلن الاسلام ديالو. واذا بقيت كنعاود لكم على الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما غاديش نسالي، وحاشا باش يوصلوا لتراب رجليه في المعامله والاخلاق والدين الحقيقي دين الاسلام. نتمنى الشباب ياخذوا عادل كعبره ليهم، كان مزيان في حياته وعنده محل خدام على راسو مزوج، ارى لنا شنو غادي ندير، لا انا ما نعيش مرتاح، نوض نجاهد في سبيل الله، خرج على حياته وحياه عائلته بسبب افكار تافهة لا أساس لها من الصحة. راه إذا جبتي لقمة حلال لوليداتك في هذا الزمان راه حتى هذاك يتسمى جهاد في سبيل الله. على أي، الله يرحم الضحايا اللي ماتوا، وما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإذا كان كيعجبكم بحال هذا المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعة للصفحة الجديدة باش يوصلكم أي جديد بإذن الله، وشكراً.